فعلت السنين فعلها، ترهل الجسم الرشيق لكن لم يترهل حب الكرة، فهي ما زالت ملهمة حتى ولو من بوابة تدريب كهول نادي الخليج، النادي الذي فتح له أبواب المجد مع المنتخب الإماراتي. قدرنا نصعد كأس العالم، كانت فرحة كبيرة. أنا يمكن ساهمت في صعود منتخبنا لكأس العالم في البطولة هذه، بحيث أن احنا من خلال البطولة هذه سجلنا تقريبا 4 أهداف هي اللي أهلتنا إلى صعود كأس العالم خلال التصفيات. كان نصيب منها هدفين، قدرت أسجل هدفين أمام منتخب الصين وأمام منتخب قطر، وأنا وعدنا طلياني يعني ساهمنا في الصعود في تقاسم الأهداف في البطولة هذه، مع أني أنا لاعب مدافع يعني، لكن الحمد لله رب العالمين كنت من ضمن المساهمين اللي صعدنا من خلال كأس العالم. محطة مونديال إيطاليا السعيدة سبقتها نكسة مونديال المكسيك التي ما زالت واحدة من ذكرياته الأليمة. يمكن من الأشياء المؤلمة والحزينة هي عدم صعودنا في سنة 86 لكأس العالم. يعني يمكن احنا كان مباراتنا احنا مع العراق اللي كان في الطائف، كان المفترض ان نفوز على العراق 2-0، قدرنا نتقدم 2-0 على المنتخب العراقي. يمكن باخر دقائق اتذكر اذا كان كريم علاوي اذا كنت متخان الذاكره قدر يسجل في الدقيقه 90 هدف اللي من خلاله قدر ان المنتخب العراقي يتاهل لكاس العالم. فزنا صحيح 2-1 لكن لابد نفوز 2-0 وقدر المنتخب العراقي. هذه يمكن من الاشياء المحزنه والمؤلمه في تاريخنا كمنتخب. يعني لاعب محنك خبر أسرار المونديال ودرجات التنافس فيه، يعلق آملا كبيرة على الرباعي العربي الحامل لمشعل الكرة العربية في روسيا. أتوقع أن بيكون المنتخبات العربية دور كبير واللي بيكون لهم بصمة في كأس العالم 2018. إذا تقولي ليش؟ لأن حاليا كرة القدم تعتمد على التكتيك وعلى اللعب الجماعي، بعكس الكرة أو السابقة اللي كانت تعتمد بشكل أساسي على القدرات الفنية للاعبين. اليوم ما هناك فارق كبير بين الفرق، يعني اليوم لما تلعب السعودية أو تونس أو المنتخب أو مصر المشاركين في البطولة هذه لا تتوقع منهم بيكون في فارق كبير بين الفرق. اعتزل خليل غانم قبل سنوات وما زال في القلب شيء من حتى، على أمل أن تنجح الكرة الإماراتية في العودة يوما ما إلى محفل كأس العالم.